السم اللي هو الجهاز الهضمي، ومثل ما عرفتوا طلاب أكيد سمعتوا من زملائكم أنه المحاضرات يعني لا تقرأها تحفظها حفظ، لأن يعني امتحان الوزارة راح يكون كليته ام سي كيو، فتقرأ بالكتاب ترجع للمصدر. يعني احنا نشرح لكم اللي نقدر عليه واللي نلحق عليه بالمحاضرات، نعطيكم الهيدلاينز والتوبكس الشغلات المهمة، وترجع ورانا على المحاضرة إضافة إلى المصدر ترجع تكمله وتقرأ. زين عيني، وإن شاء الله نحاول، لكن في كل الأحوال الوقت يضايقنا وما نلحق نكمل كل الشغلات بالتفصيل. فأنت حاول الهيدلاينز التوبكس الشغلات كلها تتأشر عليها وتفتهمها. زين عيني، فنبدأ اليوم بالدايجستيف سيستم. المحاضرة طبعا شوية طويلة فما ألحق أقرأ لكم إياها سطر سطر، فراح أحشيها حشي حتى ألحق نغطي باللي نقدر عليه من المادة والسيلبس اللي إجانا من الوزارة. زين عيني، فنبدأ بالدايجستيف سيستم أو الألمنتري تراكت، بروفايز ذا بودي وذ أ كونتينوال سبلاي أوف ووتر. كلكم تعرفون الجهاز الهضمي راح يجهز الجسم ب الماء والالكترولايتس والمغذيات، حتى تنجز هذه لازم يقع على عاتق الجهاز الهضمي بعض البروسيسز، من ضمنها حركة الطعام داخل القناة الهضمية، إفراز الإنزيمات الهاضمة، والهضوء البدء بعملية هضم الطعام ومن ثم امتصاص الماء والنواتج اللي تم هضمها، وإضافة إلى ذلك عندنا circulation of blood through the GIT يعني حركة دوران الدم من الجي اي تي، ومن ثم توزيع هذه المغذيات الى كافه اجزاء الجسم المختلفه، وتتم السيطره على هذه الفعاليات كليتها عن طريق الجهاز العصبي وعن طريق الجهاز الهرموني. هسه راح ناخذها ان شاء الله شلون السيطره الهرمونيه والسيطره العصبيه على الدايجستيف سيستم. واضحه لكم السلايدات طلاب؟ بدها تطلع؟ نعم دكتوره واضحه. تمام نكمل. ناخذ introduction to the gastrointestinal system أو الـ GIT consists of hollow muscular tube. يتكون الجهاز الهضمي من أنبوبة مجوفة ابتداء من تجويف الفم وانتهاء بفتحة المخرج اللي هي الأنس. فعندنا راح يجي الأورال كافيتي، من بعده يجي الإسوفيغاس، ومن ثم الستومك، السمول انتستين واللارج انتستين، ريكتام اند أنس. على جانبي هذه الأنبوبة المجوفة راح توجد بعض الأكسسوري أورغانز اللي هي تكون تابعة للجهاز الهضمي. بالفم عندنا الأكسسوري أورغانز راح تكون تتمثل بالغدد اللعابية، وقريب من الأمعاء راح يكون عندنا الليفر والبنكرياس. كل هذه تعتبر أكسسوري أورغانز لكن لها دور كبير جدا في عملية هضم الطعام. هذا الفيجر عندكم للاطلاع، ما مطلوب من عندكم أي رسم بالمحاضرة مالت اليوم. ناخذ الـ function of the digestive system، تتضمن عندنا أول شيء الموتيلتي. الموتيلتي اللي هي تشمل حركة الطعام من مكان إلى آخر على طول القناة الهضمية. هذه الموتيلتي تتطلب بعض الـ processes، من ضمنها عندنا الـ ingestion اللي هو عملية التهام الطعام وإدخاله في جوف الفم، والـ mastication اللي هو عملية chewing، عملية مضغ ومضغ الطعام بواسطة اللعاب والأسنان، وعندنا الديكلوتيشن اللي هو السوالينج أوف فود، ابتلاع الطعام، وعندنا الفيرستالسيز اللي هي حركة دودية ذات إيقاع منظم ينتقل بها الطعام من مكان إلى آخر على طول القناة الهضمية. هذه بالنسبة للفنكشن الأولى. الفنكشن الثانية اللي هي السكريشن. الجهاز الهضمي يقوم بعملية الإفراز، اللي هي إفراز راح يكون اكزوكرين سكريشن أند إندوكرين سكريشن، إفراز داخلي وإفراز خارجي. الإفراز الخارجي اللي هو الإكزوكرين سكريشن راح يتضمن عندنا إفراز الووتر والهيدروكلوريك أسيد، البايكربونات، إضافة إلى الإنزيمات الهاضمة اللي تفرز من الغدد الإفرازية الموجودة بالستومك والموجودة بالسمول انتستين، وتطرح محتوياتها إلى تجويف خارج الغدة الإفرازية حتى يقوم بالوظيفة مالته. على سبيل المثال عندنا المعدة تفرز ما يقارب 2 إلى 3 لتر من الجاستريك جوس باليوم الواحد، يعني بالإفصار المعدية تقدر الإفراز مالتها ما بين 2 إلى 3 لتر باليوم الواحد، هذا فيما يخص الإفراز الخارجي. أما الإفرازات الداخلية راح تتضمن هرمونات، هذه الهرمونات يسميها ذات إفراز داخلي للغدة الإفرازية، تطرح محتوياتها مباشرة إلى الدم وليس إلى تجويف خارج الغدة الإفرازية. فمثال على ذلك عندنا هرمون الإنسولين اللي هو يساهم بعملية إدخال الجلوكوز
الى كل خليه من خلايا الجسم ويقلله بالدم. فهنا أنا راح تعتبر هذه الغدد ذات افراز داخلي، فاسميها اندوكرين سكريشن. البروسيس الاخرى او الفونكشن الاخرى اللي يقوم بها الجهاز الهضمي اللي هي عمليه الهضم، راح يتحول بها الطعام من الجزيئات الاكبر ويتجزا الى وحدات البناء الاساسيه. مثلا عندنا الكربوهيدرات راح تتحول الى جلوكوز وسكريات احاديه اخرى، وعندنا البروتينات راح تتحول الى احماض امينيه، والدهون راح تتحول الى احماض دهنيه وجليسيرايدات. بالنسبه للابزوربشن، This refers to the passage of digested end product into the blood or lymph. راح هنا هذه النواتج الأيضية اللي تم هضمها راح تحول لمن تمتص، أما عن طريق الدم أو عن طريق اللمف. اللي راح تمتص عن طريق الدم اللي هي عبارة عن السكريات الأحادية والأحماض الأمينية، أما الدهون نواتج الهضم مالتها راح تمتص عن طريق اللمف. ال storage and elimination اللي هي الخزن والتخلص من المواد الزائدة. الخزن كل المواد اللي لها قابلية على الخزن اللي ممكن أن يحتاجها الجسم مستقبلا تخزن، أما على هيئة دهون أو على هيئة جلايكوجين أو فيتامينات أو معادن تخزن بالليفر اللي زائد عن حاجة الجسم تطرح إلى الخارج عن طريق عملية الديفيكيشن اللي هي التبرز. ناخذ هسه الشغلات المهمه اللي تخص الجهاز الهضمي اللي هي طبقات القناه الهضميه، راح اشرح لكم اياها على هذا الفيجر. انتبهوا للطلاب، ركزوا وياي. هذا الفيجر يوضح لكم طبقات الجهاز الهضمي ابتداء من الايسوفيجس وانتهاء بالانس. راح تكون من اربع طبقات اساسيه اللي هي عندنا الميوكوزا والسبوميوكوزا والماسكولاريس اكسترنا والسيروزا. الميوكوزا اللي هي هذه بالبداية اللي تشوفوها من الداخل، طبعا من الداخل طلاب اللي موجود عندنا بيها بالرسم اكو موجود الميومن. طبقة الميوكوزا تقسم الى ثلاث طبقات ثانوية. الطبقة الداخلية عبارة عن خلايا طلائية simple columnar epithelium. الطبقة اللي بعدها راح تكون lamina propria عبارة عن areolar connective، عبارة عن ماسكولاريس ميوكوزا تحتوي على خلايا عضلية ساهم بزيادة التعرجات والطيات في داخل القناة الهضمية لزيادة المساحة السطحية. هذا فيما يخص الميوكوزا. أما السبوميوكوزا اللي هي باللون الأزرق واللي تلاحظون بها خطوط صفراء، هذه الطبقة السبوميوكوزا اللي تجي إلى الخارج من طبقة الميوكوزا راح تكون طبقة يعني تحتوي على شبكة هائلة من الأوعية الدموية، تكون highly vasculature، وبنفس الوقت راح تكون مزودة بخلايا لمفاوية دفاعية حتى تقضي على كل أنواع البكتيريا وغيرها من الجراثيم أو السموم اللي ممكن أن تدخل إلى القناة الهضمية. وطبعاً هي طبقة امتصاصية، تكون عملية الامتصاص بعد ما راح تدخل المواد المغذية إلى الطبقة الطلائية راح تدخل المن إلى طبقة السبوميوكوزا وتروح إلى الأوعية الدموية اللي موجودة بها. عندنا بنفس الوقت تشوفون اللي باللون الأصفر، تتميز هذه الطبقة بها بوجود ضفائر عصبية أسميها الميسنر سبليكسز أو السبوميوكوزال بليكسز. وظيفتها هنا تحفز جريان الدم وتحفز إفراز الغدد الإفرازية على طول القناة الهضمية. الطبقة الثالثة اللي هي الماسكولاريس اكسترنا راح يتكون من جزئين. الطبقة الداخلية عبارة عن خلايا عضلية دائرية inner circular muscle layer، والخارجية عبارة عن longitudinal muscle layer. بيناتهم اكو هاي الخطوط الصفراء اللي إذا تشوفوها بالفيديو، هذه عبارة عن ايضا ضفائر عصبية اسميها الايرباخس بلكسس او اسميها المينترك بلكسس. هاي الضفائر العصبية وظيفتها راح تكون مسؤولة عن حركة الجهاز الهضمي ابتداء من الإيسوفيغس وانتهاء بالأنس. الطبقة الخارجية اللي هي عبارة عن نسيج رابط اللي هي طبقة السيروزا، هذا عبارة عن كونكتيف تيشو محاط من الخارج بسمبل سكوينوس إبيثيليال سيل. واضح لهنا طلاب الطبقات؟ نكمل. واضح دكتورة. اي هاي هسه كليتها هذه شرحت لكم اياها اني، لان هو هذا المهم اللي بيها طبقة الميوكوزا والسبوميوكوزا. هذا الفيجر عندكم أيضا للاطلاع. هذه الماسكولاريس وشنو المميزات مالتها؟ عندكم السبوميوكوزا أهم ميزاتها تكون هايلي فاسكولايتر، وبنفس الوقت تحتوي على المايسنس كوربسلز وتحتوي على لمفاتيك سيل.
عندكم الماسكولاريس اكستيرنا بيها انر سيركولار ماسل لاير واوتر لونجيتيودينال ماسل لاير، بيناتهم اكو ضفيرة عصبية مسؤولة عن حركة القناة الهضمية، اسميها الايرباكس بلكسس او اسميها المينتريك بلكسس. واضح؟ وطبقة المنكوزة تعرفنا عن اجزائها الثلاثة اللي هي الابيثيليوم واللامينا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزة. هسه راح نجي ناخذ الريجوليشن اوف دايجستن. ينظم الجهاز الهضمي اللي ذكرنا من البداية عن طريق تو ميكانيزمز. أول شيء السيطرة اللي هي راح تكون عندنا العصبية النيرفس ميكانيزم، والسيطرة الأخرى اللي هي راح تكون الهرمونال ميكانيزم، السيطرة الهرمونية. نجي ناخذ السيطرة العصبية. الجهاز الهضمي بحد ذاته وحدة عنده جهاز عصبي خاص به أسميه الانترك نيرفس سيستم. هذا الانترك نيرفس سيستم يتكون بما يقارب من 100 مليون خلية عصبية، نفس العدد تماما اللي موجود للخلايا العصبية اللي موجودة داخل الحبل الشوكي. ايش اسمي هذا الجهاز؟ انترك نيرفس سيستم، يحتوي ما يقارب ب 100 مليون خلية. يتكون بشكل اساسي من الضفائر العصبية اللي ذكرناها قبل شوية اللي موجودة بطبقة السبوميوكوزا وبطبقة الماسكولاريس اكسترنا. يا هن اللي هي السبوميوكوزال بلكسس او مايسنرس بلكسس، والضفائر الاخرى اللي ذكرناها اللي هي المينتريك بلكسس اللي موجوده ما بين الطبقتين العضلات الماسكولاريس اكسترنا. هذا هو شنو الجهاز العصبي اللي يخص الجهاز الهضمي اللي سميناه شنو؟ الانتريك نيرفس سيستم. هنا عندكم راح اوضح لكم اياه بهذا الفيجر. ده تشوفون هاي الخلايا الصفراء الطبقه اللي فوق المكتوب عليها المينتريك بلكسس، وين موجوده؟ بين الطبقتين العضليه اللي طبقه الماسكولاريس اكسترنا. واضح لنا طلاب؟ هاي الخلايا اللي باللون الاصفر ده تشوفوها وياي طلاب؟ بس واحد يعرف. نعم دكتوره. بس بشكل سريع. نعم. عاد تعيدين هاي الملاحظه بشكل سريع. اوكي، الانترك نيرفوس سيستم طلاب متكون من ضفيرتين عصبية بيها عدد من الخلايا العصبية، هاي الخلايا العصبية يقدر عددها ب 100 مليون خلية عصبية، نفس الخلايا تماما العدد اللي موجود بالحبل الشوكي. واضح؟ شنو هو الجهاز الانترك نيرفوس سيستم؟ يتكون من الضفيرة الماينترك بلكسس والسبوميوكوزال بلكسس. الماينترك اللي هي موجودة ذكرت لكم اياها قبل شوية، هسه ارجع لكم للفيجر اللي هي موجودة هنا، اللي هي هذه موجودة بين الطبقة العضلية الداخلية وبين الطبقة العضلية الخارجية الدائرية والطولية اللي باللون الأصفر، سميناها مينتريك بلكسس. والثانية سميناها سبوميوكوزال بلكسس. واضح؟ هم هذول نفسهم اللي شكلوا لي الانتريك نيرفوس سيستم. فهنا شارح لكم إياها بهذه الطريقة حتى يوضح شلون طريقة الإعاز العصبي راح ينتقل عن طريق القناة الهضمية، أو شلون راح تتم عملية السيطرة على الإفراز والسيطرة على حركة القناة الهضمية. لهنا أنا أوكي هسه طلاب؟ تجوا بعد الفيجر هذا اللي موجود. عندي هنا المينتريك بلكسس، واللي جواها شنو؟ السبوميوكوزال بلكسس. المينتريك بلكسس وين موجودة؟ بين الطبقتين العضلية الدائرية. والسبوميوكوزال وين موجودة؟ بطبقة السبوميوكوزا اللي كان لونها باللون الأزرق قبل شوية اللي طلعت لكم إياها. واضح؟ هنا شنو شلون راح تتم السيطرة؟ تتم السيطرة بالبداية عن طريق السمباثيتك الباراسمباثيتك اللي هو بري جانجليوني. راح من يتحفز الباراسمباثيتك يعطي إعاز هنا شنو عملية اكتيفيشن للمينتريك بلكسس والسبوميوكوزا بلكسس. من أنطى اكتيفيشن ايش حفز؟ حفز حركة الجهاز الهضمي وحفز افراز الغدد الهاضمه اللي تفرز الانزيمات الهاضمه. واضح؟ لان احنا قلنا السبوميوكوزال السيطره على جريان الدم وعلى نشاط افراز الغدد، بينما المينتريك راح تسيطر على شنو؟ على حركه الجهاز الهضمي. واضح؟ اللي هي الحركه الباريستالتيك الدوديه اللي راح تنقل الطعام من مكان الى اخر. فالتحفيز راح يصير عن طريق شنو؟ الباراسمباثيتك بري جانجليونيك سيستم او سيل. اوكي؟ ينطي إعاز للمينتريك وينطي إعاز للسبوميوكوزا. المينتريك راح ينطي حركة والسبوميوكوزا راح ينطي إفراز الغدد الهاضمة. أما السمباثيتك راح يكون الفعل مالته هنا معاكس،
راح يسوي عملية انهبيشن للمايلين تركيبلكسس وانهبيشن للسبم ميكوزس، يعني يسوي انهبيشن للجهاز الهضمي هنا بهالحالة، راح يوقف شنو؟ يوقف الحركة ويوقف الإفراز. عندنا ممكن أن يتحفز الجهاز الهضمي أو الانتريك نيرفوس سيستم عن طريق الفري نيرف اندنج، النهايات العصبية اللي موجودة بالخلايا الخلائية الإحشاء. تذكرون بالفصل الأول من شرحنا النيرف اندنجز اللي موجودة بالإحشاء، فهنا عندنا الخلايا الخلائية بطبقة الميوكوزا بها نيرف اندنج تنطي إعازات عصبية بوجود طعام، المن راح تنطي بعض السهم اللي صاعد لفوق تنطي للبريفيرتبرال جانجليا والسباينال كورد والبرين ستيم، وبنفس الوقت تنطي إعازات المن انه اكو وجود طعام تنطي للمايتيرك بلكسس وتنطي للسبوم ميكوزال بلكسس. فمن اكو طعام في داخل القناة الهضمية راح تتحفز عن طريق الفرينيرف اندينج وتتحفز عن طريق البرين اللي راح ينطي اعازات للسمباثيتك والباراسمباثيتك، بالذات الباراسمباثيتك تتحفز المايتيرك وتتحفز السبوم ميكوزال بلكسس، وبالتالي تتم عندنا عملية إفراز لإنزيمات هضمة وحركة للطعام من مكان إلى آخر عن طريق القناة الهضمية. واضح لهنا طلاب؟ فهم الموضوع؟ فهم أوكي هسه؟ واضح دكتورة. زين هسه إحنا هذا كله تشرحت لكم، يعني أنا ترى مدى أقرأ طلاب قراية سطر سطر مثل الكورس الأول لأنه ملحق، يعني محاضرتنا إحنا اليوم 40 سلايد. زين عيني بدأ أشرح لكم إياها بهذه الطريقة. نجي ناخذ ملاحظة عن المايتركيبلكسس اللي قلنا هي دائما تكون تحفز الجهاز الهضمي على الحركة، يعني الحركة هنا شنو؟ راح تسوي لي عملية تقلص للخلايا الدائرية اللي موجودة بطبقة الموسكولاريس اكستيرنا، تتقلص هي والخلايا الطولية وبالتالي تنتقل البولس من مكان إلى آخر. فدائما الفعل مالها شي يكون هو عبارة عن اكزايتيتوري اكشن. بعض الأحيان في أماكن معينة المايتيرك بلكسس ما أقول عليها اكزايتيتوري اكشن وإنما أقول عليها انهبيتوري اكشن. وين ألقاها هاي؟ في أماكن محددة من القناة الهضمية اللي هي وين راح تكون؟ بالعاصرات اللي تفصل مكان عن آخر أو عضو عن آخر. مثلا عندنا البايلوريك سبينكتر، البايلوريك سبينكتر اللي هي راح تفصل الستومك عن شنو؟ عن السمول انتستين أو الديودينم. فهنا راح يصير الفعل مالت المايتيرك بلكسس راح تفرز ناقل عصبي inhibitory action يكون مالته أسميه vasoactive intestinal polypeptide. إيش راح يسوي؟ راح يسوي relaxation للعضلة الموجودة بالسفنكتر حتى تسمح بمرور الطعام من الستومك إلى الديودينم، وبنفس الوقت تشتغل أيضا على اليمن على الإليوسيكال فالف سفنكتر، أيضا راح يسوي لها relaxation حتى تسمح بمرور الطعام من السمول انتستين المن إلى اللارج انتستين أو القولون. واضح؟ فدائما الانتريبلكسس هي شنو؟ هي اكزايتيتري لكن تكون عندها انهبيتري اكشن وين؟ بالبايلوريك سفنكتر والاليوسيكال فالف سفنكتر. واضح؟ تفرز ماده اسميها فازو اكتيف انتستينال بوليبيبتايد. السبوم ميوكوزال بلكسس ان كونتراست تو ذا مايتيرك بلكسس مينلي كونسيرند وذ كنترولينج فانكشن وذ ذا انر وول اوف ايتش من سيجمنت اوف انتستين، بينما السبوم ميوكوزال لا راح تكون على عكس المايتيرك، دائما يكون الشغل مالتها هو زيد جريان الدم، تنظم جريان الدم في القناه الهضميه، وبنفس الوقت تكون السيطر على زياده الافراز وايضا مسؤوله عن عمليه الامتصاص. هذه من هي السبوم ميوكوزال بلكسس. واضح هسه؟ هسه عرفتوا التوبكس مالت المايتيرك بلكسس و السبوم ميوكوزال بلكسس شنو الشغل مالتهم. هسه نجي ناخذ شنو النواقل العصبيه اللي ممكن ان تنفرز عن طريق الانتريك نيرفوس سيستم. العلماء اكتشفوا او ميزوا تقريبا ما يقارب 12 نوع من النواقل العصبيه تفرزها الخلايا اللي موجوده بالانتريك نيرفوس سيستم، اهمها واشهرها هو الاسيتيلكولين والنورابينفرين. أما البقية لحد الآن معظمها الوظائف مالتها ما محددة وما مكتشفة، من ضمنها عندنا الأدينوسين ترايفوسفيت والسيروتونين والدوبامين والكوليستوكاينين، ما مكتشفة وما يعني بالنسبة شنو وظيفتها بالجهاز الهضمي،
لكن اكو خلايا اخرى موجوده بالدماغ تفرزها، مثلا عندنا السيروتونين يعتبر هرمون السعاده، الدوبامين ايضا يعتبر من هرمونات السعاده اللي تشعر الانسان بالنشوه والارتياح والسعاده وغيرها، ممكن انه يسوي يوصل الشخص الى حاله الادمان. وعندنا الكولسيستوكاينين اللي هو يعتبر ايضا احد الهرمونات ممكن اللي تفرزها الخلايا الموجوده بالاثني عشري، لكن بنفس الوقت هو يعتبر ايضا ناقل عصبي تفرز خلايا الانتريك نيرفوس سيستم. عموما اهمهن واشهرهن، طبعا اكو بعض انواع من الاسماء موجوده بالكتاب ما ذكرت لكم اياها، انتم بترجعون المصدر حاولوا تاخذوا لكم فكره عنها، لكن اهمها واشهرها اللي هو الاستوكولين والنور ابينفرين. The specific function of many of these are not known. While acetylcholine most often excites gastrointestinal activity، سوى عملية excitation لنشاط الجهاز الهضمي هذا الاستوكولين، والنور ابينفرين راح يعمل العكس almost always inhibits GIT activity. واضح؟ هسه نجي ناخذ الهرمونال ريجوليشن، السيطرة الهرمونية. هنا شوية عندنا مجموعة من الهرمونات يحتاج لها شوية تاخذون التوبكس مالتها الهيدلاينز مالتها، ما تقعد تدرخها كلها، لأن يجيك السؤال أنت مهم افتهمتها. فعندنا بعض الهرمونات اللي تنفرز عن طريق الخلايا الإفرازية اللي موجودة بالمعدة وموجودة بالاثنى عشر، من ضمنها عندنا هرمون الجاسترين. الجاسترين هذا الهرمون الوحيد اللي ينفرز من الاستومك، والبقية كلها من تفرز من الاثنى عشر الديودينم، وقسم من عندها يفرز من الجيجنوم. واضح؟ فعندنا الجاسترين الهرمون الوحيد اللي ينفرز منين؟ من الاستومك. is produced by enteroendocrine cell خلايا ذات افراز داخلي هرموني، اطلق عليها الجي سيل، موجوده بخلايا المعده بطبقه الميوكوزا. التاثير مالتش راح يساوي هذا الهرمون stimulation of gastric juice، راح يحفز المعده على افراز العصار الهاضمه، وخصوصا عندنا من هو ال HCL. ايضا يحفز حركه كل من المعده والامعاء والقولون، يعني يزيد الحركه مالت الجهاز الهضمي، وبنفس الوقت يسوي ريلاكزيشن للبايلوريك سفنكتر حتى يسمح بتفريغ المعده من محتوياتها الى الاثنا عشري. واضح؟ ناخذ الهرمون الاخر اللي هو السكريتين، يفرز من خلايا افرازيه انتيرو اندوكراين سيل، بس وين موجوده هنا؟ بالديودينم ميوكوزا، اطلق عليها بالاس سيل، نفس الاسم مالت الهرمون. فقلنا بس الجاسترين يفرز من الاستومك، كل الهرمونات البقيه راح تفرز عن طريق الديودينم او الجيجيونم. التاثيرات مالت هرمون السكريتين، يحفز افراز البنكرياس على البيكربونات حتى يعادل الحموضه للطعام الحامضي او الكيموس الحامضي اللي اجى من الاستومك، ويحفز افراز عصاره الصفراء من الليفر، ويسوي عمليه تثبيط لافرازات المعده، يوقف المعده عن الشغل مالتها وافرازاتها، ويوقفها ايضا عن الحركه مالتها. واضح؟ حتى يسمح بتفريغ المعده، انه لانه فرغت المعده بهالحاله، ويكون التحفيز مالته والشغل مالته على الاثنا عشر. يفرز منين؟ قلنا من خلايا موجوده الانتيرو اندوكراين سيل، اسميها الاسيل، اللي موجوده بالديودينم. هذا هرمون منه السكريتين. الهرمون الاخر اللي هو السي سي كي او الكوليسيستوكاينين، ايضا يفرز من الانتيرو اندوكراين سيل اللي موجوده بالديودينم والجيجيونم من خلايا اطلق عليها الاي سيل. وظيفته هنا راح يتحسس المن، يتحسس لوجود الدهون والفاتي اسيدز والمونوغليسرايد، يعني اي شيء دهني راح يتحسس له وتتحفز هذا الخليه على افراز هذا الهرمون. والتاثيرات راح تكون بما انه اكو عندي الموضوع هو ده يتحفز لوجود الدهون، اذا راح يحفز لي البنكرياس على العفو الجول بلادر على افراز ماده الصفراء اللي هي البايل فروم جول بلادر، وايضا يحفز لنا البنكرياس على افراز العصاره البنكرياسيه. ليش؟ لانه العصاره البنكرياسيه بها انزيمات هاضمه للدهون، وهو اذا يتحسس لوجود الدهون فيحفز العصاره البنكرياسيه حتى تفرز انزيماتها، لان انزيماتها تكون حاويه على انزيمات هاضمه تهضم لكل من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. ايضا يسوي ريلاكزيشن للهيباتوبنكرياتيك امبولا اند اوبننج اوف ذا هيباتوبنكرياتيك سفنكتر، اللي هي العاصره القناة المشتركة لكل من العصارة البنكرياسية وعصارة الصفراء،
حتى يسمح بالارتخاء الهواء واستمرار افراز كل من العصاره البنكرياسيه وعصاره الصفراء الى منطقه الديودينم. واضح لهنا؟ الهرمون الاخر اللي هو جلوكوز انسولينا تروبيك بيبتايد من اسمه، اذا هذا الهرمون الخلايا مالته تتحسس بوجود الجلوكوز، راح تنطي اشاره ويحفز المن، يحفز البنكرياس على افراز هرمون الانسولين. يتحسس المن من اسمه جلوكوز انسولينا تروبيك بيبتايد، يتحسس لوجود الجلوكوز وينطي اشعار المن للبنكرياس حتى تفرز هرمون الانسولين. العلماء احيانا يسموه الهرمون المعتمد على الجلوكوز ويرمزوا له بالجي دي اي بي، فيسموه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد، ولكن هو الرمز المادة الماشي عادة هو الجي اي بي، فخاف يجيكم جي دي اي بي هو نفسه الجلوكوز انسولينوتروبيك بيبتايد. واضح لهنا؟ ناخذ الهرمون الاخر اللي هو الجاسك انهبيتري بيبتايد، از سكريتد باي ذا ميوكوزا اوف ذا ابر small intestine، يعني نفس منطقة الديودنم، mainly in response to fatty acids and amino acids but to a lesser extent in response to carbohydrates. هذا الجاستريك انهبيتوري بيبتايد يعني يتحسس لوجود كل من الأحماض الدهنية والأمينات، ولكن ممكن أن يتحسس تحسس شيء بسيط بالنسبة للكربوهيدرات. تأثيره راح يكون خفيف على تقليل حركة المعدة ويبطئ من افراغ المعده لمحتوياتها، فهذا التاثير مالته راح يكون شنو كلش طفيف مقارنه ويا باقي الهرمونات. الهرمون الاخر اللي هو هرمون الموتلين، هذا الموتلين الهرمون يفرز عند الشخص الصايم، يمكن كلكم شايفيها من الشخص يصوم يحس مرات اكو قرقره بمعده، او مرات الشخص مو بس الصايم اللي هو اللي ما ماكل لفتره طويله ساعات طويله يحس انه مثل القرقره تصير بالمعده مالته وحركه ايضا بالامعاء تصير، فينفرز هذا الهرمون حتى يحافظ على حركه انسيابيه ويحافظ على حيويه الجهاز الهضمي. فهنا لو ينفرز بشكل دوري كل 90 دقيقه عند الشخص الصايم، مجرد ما الشخص يرجع يتناول الطعام راسا يتوقف هذا الانزيم الهرمون، ولحد الآن ما مكتشفة شنو الميكانيكية اللي يتوقف بها هذا الهرمون اللي هو الموتلين. واضح؟ هذا كل شيء بالنسبة للموتلين. هسه واضحة طلاب السيطرة الهرمونية؟ كل هرمون شنو التأثيرات مالته ومين ينفرز وشنو نوع الخلايا اللي تفرزه. واضح؟ هسه ناخذ البريبلسيف موفمنت أو البريستالسيس موفمنت اللي هي الحركة الدودية للجهاز الهرموني. احنا الجهاز الهضمي راح يبدي يتحرك ويحس بال يعني يتحفز بالحركه نتيجه وجود طعام في موقع معين من القناه الهضميه. واضح؟ الحركه شلون راح تكون؟ هسه هنا لو اجي اوضح لكم اياها على الفقرة، لان هي كشرح يعني مو يعني ذاك الحكي اللي بيفد معلومات علميه قويه، بس شنو اللي دا يصير؟ دا تشوفوها هذا الفقر، دا تشوفون الاسهم الحمراء اللي فوق البولس، البولس اللي هي الكرة الصفراء، ده تشوفون أكو أسهم حمراء ده يصير تقلص وين؟ أعلى البولس، وجوه البولس إيش راح يصير؟ أكو ريلاكزيشن. هذا التقلص اللي ده يصير شنو طلاب؟ ده تتقلص عندنا الخلايا العضلية الدائرية ده تنضغط، والخلايا العضلية الطولية بطبقة الماسكولارس اكسترنا من تتقلص تنسحب إلى الأعلى، فإيش راح تنطي؟ تنطي تمدد للتيوب اللي موجودة بالبولس يزداد من 2 إلى 3 سنتيمتر تقريبا حتى تمر البولس وتمشي تنزل المن إلى الأسفل وتنتقل من مكان إلى آخر. واضح لهنا؟ هي هذا كل ما موجود بالبرستالسيز موفمنت، إنه يصير انقباض أو تقلص أعلى البولس ويزداد مكان البولس يتمدد ما بين 2 إلى 3 سنتيمتر وارتخاء أسفلها وحتى تنتقل وتتحرك وتستمر هاي الحركة. طبعا كل ما تنزل شوية ترجع تتقلص العضلات فوقها وترتخي جواها وهكذا تستمر فورورد إلى أن تنتهي بالمكان اللي يعني نهايتها مثلا بالأنس، وأثناء مرور البولس عبر القناة الهضمية تم عليها عمليات الهضم والسحق وتحويلها إلى جزيئات يعني اقل، ومن ثم يستفاد يسحب الجسم المواد اللي يستفاد من عندها، والسائل راح يصير بعمليه elimination عن طريق ال defecation process. واضح؟ هذا هنا أنا هو كله نفس الحكي اللي حكيت لكم اياه. هسه ناخذ الجاسترو انتستينال بلاد فلو
اللي أسميها سبلانشنك سيركوليشن. الجهاز الهضمي إلى أيضا شو مثل ما كان إلى جهاز دوران خاص، هنا إلى جهاز العفو جهاز عصبي خاص، هنا أيضا إلى جهاز دوران خاص أسميها الدورة أو الجريان الدم اللي بي أسميه سبلانشنك سيركوليشن. The blood vessel of the GIT are part of more extensive system called the splanchnic circulation. يعني جهاز معقد ومتشعب اللي هو أو الدورة المتشعبة بالجهاز الهضمي. It includes the blood flow through the gut itself plus blood flow through the spleen, pancreas and liver. هنا الجهاز الجريان الدم بالجهاز الهضمي راح يكون بنفس الوقت ينطي دم إلى السبلين والبنكرياس والليفر دفعة واحدة. واضح؟ The design of this system is such that all the blood that courses through the gut, spleen and pancreas then flows immediately into the liver by way of the portal V. راح كل الدم اللي يدفع دفعة واحدة لكل القناة الهضمية يعني يدفع دفعة واحدة إلى البنكرياس والليفر والسبلين. وتدخل إلى داخل الليبر عن طريق البورتال فين أو البورتال هيباتيك فين. In the liver, the blood passes through millions of minute liver sinusoid and finally leaves the liver by way of hepatic veins that empty into the vena cava of the general circulation. إحنا عندنا الليبر طلاب، بما أنه هو طبعاً لو نرجع للحقيقة هو أكبر عضو موجود داخل تجويف جسم الإنسان. لكن بالوقت نفسه لو أجي أخذ مقاطع من عنده تحت المجهر راح ألقى خلايا مالته عبارة عن كل صف إلى صفين من الخلايا تفصلها نسيج رابط خاص أسميه السينوسويد أو الهيباتيك سينوسويد اللي هي الجيوب الكبدية، وترجع صف إلى صفين من الخلايا تفصلها سينوسويد وصف إلى صفين من الخلايا تفصلها سينوسويد. هاي السينوسويد الجيوب الكبدية عبارة عن نسيج رابط ويكون مثقب يتميز يختلف عن باقي من الدم إلى داخل الليفر. وتشوفون أنتوا حتى هو الكبد متبوع على شكل دموي، يعني لأن كمية الدم اللي تدخل إلى الليفر كلش هواية وراح تدخل إلى الليفر عن طريق الهيباتيك بورتال فين وتطلع من الهيباتيك بورتال فين وتروح إلى الانفيريور فينا كافا حتى يوزع كل النيوترينز إلى باقي أنحاء الجسم. الدم راح يدخل إلى الهيباتيك بورتال فين ويدخل إلى الليفر راح يكون مباشرة جاي من القناة الهضمية محمل بكل المواد الغذائية، ويروح يدخل المن إلى السينوسويد بسرعة وبجريان كبير وتدفق كبير إلى داخل الليفر. بالسينوسويد إيش أكو موجود؟ شنو الغاية من عدها؟ السينوسويد تحتوي تكون مليانة بخلايا الريتيكولار إندوثيليال سيلز، خلايا مناعية ومملوء أيضا بخلايا الكفر سيل اللي هي ماكروفيج، وظيفتها شنو؟ تصفية الدم من كل السموم والبايثوجينز اللي ممكن أن تعبر من القناة الهضمية قبل لا أن تتوزع إلى باقي الجسم، راح تروح مباشرة إلمن إلى الليفر حتى تتم التصفية مالتها. وإلا ليش أنه عرف يعني نعرف أنه أحد الوظائف المهمة للليفر اللي هي إزالة السموم الديتوكسيفيكيشن، فراح هذا شنو يدخل الدم المتحمل بالغذاء مباشرة عن طريق القناة الهضمية بعد ما يمتص الغذاء، ومباشرة حيروح إلى الهيباتيك بورتال فين ويدخل إلى كل السينوسويد الموجودة بالليفر، راح تكون مليانة بالريتيكولار إندوثيليال سيل حتى تقوم بعملية إزالة السموم والبكتيريا أو الباثوجينز من الدم. بعد ذلك راح يضخ يطلع من الليفر راح يروح إلى الانفيريور فينا كافا ويرجع إلى القلب ويضخ إلى باقي أجزاء الجسم. واضح؟ هذه بالنسبة لي الفلو اللي سميناها سبلانشنك سيركوليشن. هنا عندنا هذا فيجر للأطلاع. واضح؟ نجي ناخذ هذا كله شرحت لكم اياه هسه ما يحتاج بعد أقرأ. ناخذ الاناتومي اوف ذا جاسترو انتستينال بلاد سبلاي. طلاب واضح الشرح؟ طلاب عيني واضح الشرح؟ دكتورة بس سريع شوية دكتورة. سريع لأنه 40 سلايد وما ألحق. دكتورة هذا الإلكتروني مو حضوري يعني ساعة مضطرين بيها. ها؟ يا ريت دكتورة. زين هذا الإلكتروني يعني. أعيد؟ لا استمر بس يعني شوية بطيء. شوية أبطأ. يلا أوكي. ناخذ الأناتومي
of the gastrointestinal. زين انتوا اصلا زين اصلا قاعده دا لحق وياكم ولا خطيه اليوم الطلاب بالقاعه كلش ركب ركب. اي دكتور على الاقل يقدرون يشوفون هاي المحاضره يعودوها ويانا يعني. شلون عيني؟ يقدرون يشوفوها بعدين هذه المحاضره. هو انتوا كلكم راح تشوفوها يعني هي نفس الشرح بالعكس انا هسه دا اشوف دا امشي بسلاسه مو مثل ما بالقاعه، بالقاعه يعني كل شويه واحد نايم وارجع اسال سؤال هي انا اقول لك التفاعل بالقاعه يصير شويه اكثر مو مثل ما احنا هنا. فهنا الكل دكتور هاي يعني بس المحاضرة. بالقاعه اقدر انبه اسوي يعني. يلا دكتور هاي المحاضره نازله بشكل بي دي اف؟ هسه راح انزل لكم اياها ان شاء الله، قلت اشرحها وانزل لكم اياها نفسها باوربوينت على جوجل كلاس روم، ترى طلاب انا ما اخذتها تماما من الكتاب نصا. عرفتوا؟ فانت ترجع بس اكو بعض مواضيع ما الحق انطيكم اياها، فترجع تقراها وتكمل ما موجود بالكتاب، اوكي؟ لان اكو مرات تفاصيل انا ما اقدر اقول لك عليها هي مو مهمه. بس انت تبدي شوي شوي لازم انت تقرا تصير عندك خبره بالقراءه انه مبين هذا شيء مهم، هذا مبين لا ماكو داعي يعني اطول خلق وياه، فمجرد اقروا اخذوا معلومات يعني مو درخ مثل ما دا اقول لكم مو درخ، انا هسه من دا اشرح لكم دا انطيك الشغلات الزبده المهمه بكل موضوع. من دا احكي لك اياه دا انطيك يعني هسه انا دا احكي لك حكي بالعربي. راح يبقى ببالك من يجيك في الامتحان وتقعد تقرا راح تتثبت عندك المعلومه. زين هسه اذا اظل اقرا بعد ساعتين ما لحق اخلص المحاضره. فانتوا اخذوا استوعبوا اللي موجود احكي لكم اياه بالعربي هسه حاليا لانه ما اقدر اقرا لكم اياه. مستحيل اذا اقعد اقرا مثل الكورس الاول لا الشغله كلش يعني مستحيل الحق اكمل المنهج. فعلى الاقل راح تبدي تقرا ترجع راح تستذكر الحكي اللي انا حكيته او لربما حتى لو يجي من عنده سؤال ممكن انه تتذكر الحكي اللي انا حكيته. زين عيني بس ناخذ الاناتومي اوف جاسترو انتستينال بلاد سبلاي. General plan of the arterial blood supply to the gut including superior mesenteric and inferior mesenteric arteries supplying the walls of the small and large intestine by way of an arching arterial system. عندنا الجهاز الهضمي راح يجهز بدورة دموية أو أوعية دموية تتمثل بال superior mesenteric and inferior mesenteric. هذا موجود بالفيجر اللي قبله هذا شوفوا هنا هذا superior mesenteric زين عيني والinferior mesenteric ده يطلع لكم المؤشر لو لا؟ نعم اي دكتورة ده يظهر وهذا الانفيريور ميزنتريك هذا برانش اوف انفيريور ميزنتريك وهذا عندنا السوبيريور ميزنتريك واضح هذا اللي هو الصاعد وهذا اللي راح يكون هو النازل. On entering the wall of the gut, the arteries branch and send smaller arteries circling in both directions. لما راح يدخل الدم الى جدران القناه الهضميه او هذه الشرايين تدخل الى جدران القناه الهضميه راح تتفرع وتعطي شرايين اصغر تروح بالاتجاهين واحد يروح ويا النازل وواحد يروح ويا من ويا الصاعد. With the tips of these arteries meeting on the side of the gut wall opposite the mesenteric attachment from the circling arteries still much smaller arteries penetrate into the intestinal wall and separate along the muscle bundles راح شنو شو تسوي هذه وراح تتفرع بعد اكثر واكثر وتخترق جدران القنوات القناه الجهاز الهضمي راح تتفرع وتنتشر وين along the muscle bundles بين الحزن اللي موجوده دي العضليه الموجوده بالقناه الهضميه وبعدين راح تدخل لي وين تدخل into the intestinal villi تدخل حتى داخل الذغابات الاوعيه الدمويه وبعدين into the submucosal vessels beneath the epithelium to serve the secretory and absorptive function of the gut. راح تغذي لي هذه الأوعية الدموية اللي راح تتفرع من الانفيريور والبوستيريور ميزنتريك ارتريز تتفرع أكثر وأكثر وتخترق جدران القناة الهضمية وتوصل إلى طبقة السبميوكوزا وتوصل إلى الإبيثيليال سيل وتوجد وأيضا وين راح تروح؟ راح تروح إلى داخل الذغابات حتى تجهز كل الخلايا اللي موجودة بالقناة الهضمية بدورة دموية متكاملة تساعد بعملية الإفراز وعملية الامتصاص واضح؟ فنجي لو نشوف هنا هذه
شبكة الأوعية الدموية اللي موجودة وين؟ داخل الفيلاي، داخل الزغابة اللي موجودة وين الزغابة؟ موجودة بالسمول انتستن. هنا وظيفتها شنو الزغابات؟ تساعد على عملية الأبزوربشن، الامتصاص. واضح؟ فتكون بها شبكة هائلة من الأوعية الشعرية الدموية، راح تدخل المواد الأولية اللي تم إنتاجها من هضم الكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز، والأحماض الأمينية الناتجة من هضم البروتينات تمتص تدخل المن إلى داخل الخلايا الطلعية مثل الزغابة اللي هاي مثل المكعبات اللي موجودة، راح تدخل إلها هذه الأمينو أسيد والجلوكوز والفاتي أسيد والجليسيريدات، تمتص المن راح تروح، راح يروح إلى الدم فقط الجلوكوز والأحماض الأمينية. والدهون وين راح تروح؟ ما راح تدخل إلى الدم، إلى هاي الأوعية الدموية، لا، وين راح تروح؟ راح تروح إلى السنترال لاكتير اللي موجود بالسنتر أوف ذا فيلاي. يروح المن للجهاز الليمفاوي الدهون، بينما الأحماض الأمينية والكربوهيدرات راح تدخل إلى البلد كابيلاريز. بعد ما راح تدخل البلد كابيلاريز راح تكبر الأوعية الشعرية الدموية شوية شوية، طبعاً هي راح تروح للأوردة، وين راح تروح؟ تكون لي البورتال هيباتيك فين اللي راح يرجع المن إلى الليفر ويودي كل المغذيات كأمينو أسيدز وجلوكوز سكريات أحادية، يودي إلى الليفر حتى تتم عملية التصفية وإزالة السموم عنده، ومن ثم يرجع إلى الفينا كافا الانفيريور فينا كافا ويضخ إلى باقي أجزاء الجسم. أما الدهون لا، الدهون المسار مالتها غير شكل، حيروح إلى السنترال لاكتير ويروح إلى الجهاز الليمفاوي، تحدث بعض التغيرات على الدهون تضاف على بعض اللون، ومن ثم بعد ذلك يا الله راح ناخذها ان شاء الله بعدين بعمليه الهضم، يا الله ذاك الوقت يروح يسلم الى الدوره الدمويه ويوزع الى يرجع للليفر، ومن ثم بعدين يوزع الى باقي اجزاء الجسم. واضح؟ هسه شرح على كيف؟ اي دكتور عشتيديش. زين، يعني هسه ناخذ الايفكت اوف جت اكتيفيتي اند ميتابوليك factors on gastrointestinal blood flow under normal condition تحت الظروف الاعتيادية. الفقر واقف دكتورة سلايد على نعم. الفقر رقم 62 هو نفسه ما أخذته، هذا نفسه هو تشوفوا، هذا هو نفس اللي ما أخذته من الكتاب، فستم راح ترجع للكتاب تشوف المحاضرة كل من الكتاب. لا قصد الصورة واقفة على الفقر. ها بعد هسه بعد على الفقر واقفة. ها دكتورة موجودة. دكتورة موجودة. خاف عندك عيني، خاف عندك صاير المشكلة. ماشي ماشي. سوي ريفرش وشنو يعني، أو حتى لا تطلع من الكلاس روم وترجع تدخل. المهم، هسه ناخذ الإفكت of gut activity and metabolic factors on gastrointestinal blood flow. Under normal conditions, the blood flow in each area of the gastrointestinal tract as well as in each layer of the gut wall is directly related to the level of local activity. يعني بالجريان الدم بصورة عامة بأي منطقة من القناة الهضمية راح تقريبا يعني يتحفز أو يتأثر بوجود الفتشي في مكان معين، بالذات هو على وجود الطعام. For instance, during active absorption of a nutrient, the blood flow in the villi and adjacent regions of the submucosa is increased. واضح؟ يعني شنو؟ أنا عندي حالياً عملية امتصاص. من احتاج عملية امتصاص، الدم وين راح يتوجه؟ راح يتوجه إلى الفيلاي وإلى طبقة السبميوكوزا. راح يكون جريان الدم بها هنا شنو؟ يضخ الدم بشكل أكبر حتى يساهم بعملية الامتصاص. Likewise, blood flow in the muscles and the muscle layers of the intestinal wall increases with increased motor activity in the gut. أيضا عندي جريان الدم راح يزداد بالعضلات، طبقات العضلات للقناة الهضمية وين؟ لما بالمكان اللي يحتاج لحركة. واضح؟ For instance, أيضا إن after a meal the motor activity, secretory activity and absorptive activity all increase. شايفين انتم مرات احنا من واحد يجي ياكل وراها شي يشعر، يشعر بنحول وكسل، ليش؟ لان الدم كله تتوجه، جريان الدم وين راح؟ راح للقناة الهضمية. فوين ما اكو نشاط بالقناة الهضمية راح تكون جريان الدم، دفعة الدم بها اقوى وتزداد. واضح؟
The blood flow increases greatly, but then decreases back to the resting level over another 2 to 4 hours. يرجع بعد وراها وجريان الدم إلى الوضع الاعتيادي بعد مرور 2 إلى 4 ساعات. واضح لهنا طلاب؟ شنو العوامل اللي تأثر على أو شنو الميتابوليك فاكتورز على اللي تأثر على الجاسترونتستينال بلاد فلو؟ إنه هو لوكالية طبعاً، لوكالية راح تكون وين ما أكو أكشن أو أكتيف بروسيس راح يكون بها جريان الدم. عندي يحتاج أبزوربشن، جريان الدم راح يروح وين المنطقة اللي راح يصير بها أبزوربشن، خصوصاً طبقة السبوميوكوزا والبلال. وين ما أكو عندي يحتاج الجهاز الهضمي حركة موتورتي راح يزداد جريان الدم بطبقة العضلات وهكذا. أوكي؟ هسه ناخذ the nervous control of gastrointestinal blood flow. Stimulation of the parasympathetic nerves going to the stomach and lower colon increases local blood flow at the same time that it increases glandular secretion. لما عندي الجهاز الباراسمباثيك ينطي تحفيز او اعاز المن الى الستومك او الى القولون راح يزداد جريان الدم بهاي المناطق، صح لو لا؟ زين، من يزداد جريان الدم ايش راح يزداد عندي بهاي الاماكن؟ تزداد عندي حركه او تزداد عندي افراز غدد، صح لو لا؟ افراز الغدد هسه هنا اجى عن طريق التحفيز العصبي لو عن طريق زياده جريان الدم؟ هنا راح يكون بشكل غير مباشر عن طريق زياده جريان الدم. This increased flow probably results secondarily from the increased glandular activity and not as a direct effect of the nervous system. هذا فيما يخص شنو تحفيز الـ parasympathetic nerves. The sympathetic stimulation by contrast has a direct effect on essentially all the gastrointestinal tract to cause intense vasoconstriction of the arterioles with greatly decreased blood flow. هنا ايش راح يسوي السمباثيتك اللي هو العمل مالته راح يكون من نوع الانهبيشن، فراسا يسوي vasoconstriction لكل الارتريوز اللي موجوده بالقناه الهضميه. وبالتالي ايش راح يصير؟ after a few minutes طبعا من راح يقل عمليه الامتصاص وتقل عمليه الحركه. after a few minutes of this vasoconstriction the flow of returns almost to normal by means of a mechanism called autoregulatory escape. أسميها هاي الميكانيكية أو الهروب الذاتي. إنه عندنا السمباثيتك راح يسوي شنو عملية تقلص لجميع الأوعية الشعرية الدموية وبالتالي راح يقل جريان الدم وتقل فعالية الجهاز الهضمي. بعد دقائق قليلة يرجع جريان الدم إلى وضع الطبيعي، يعني يرجع يصير vasodilation. فهاي الميكانيكية ايش اسميها autoregulatory escape. That is the local metabolic vasodilatory mechanisms that are elicited by ischemia become the prepotent over the sympathetic vasoconstriction and therefore redilate, يعني نفس الحكي ترجع redilate the arterioles thus causing return of necessary nutrients of blood flow to the GIT glands and muscle. ليش؟ راح ورا ما السمباثيتك مو يسوي انهبيشن او بازو كونستركشن لكل الارتريوز قلت عندنا حركه الجهاز الهضمي وقلت عندنا الافراز، راح يرجع بعد بضع دقائق يرجع يصير بازو دايليشن. ليش البازو دايليشن؟ حتى يرجع جريان الدم يرجع يغذي كل الخلايا والعضلات اللي موجوده بالقناه الهضميه. واضح لهنا؟ هو المحصله مالتها انه الباراسمباثيتك هنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي زياده بجريان الدم وزياده للحركه، وعلى ضوء زياده جريان الدم يزداد عندنا عمليه افراز، فتاثير الغدد بالباراسمباثيتك راح يكون نتيجه زياده. وبالعكس السمباثيتك انا راح يسوي تقلص لكل الاوعيه اللي موجوده بالقناه الهضميه، على ضوءها راح يتضبط الجهاز الهضمي، يعني ما معناه تقل الحركه ويقل بشكل مباشر للكل. بينما الفارس الافراز ما راح يكون مباشر نتيجه زياده جريان الدم. وهاي العمليه ايش اسميها؟ اسميها ريتري اسكيب. ترجع بعد تصير دايليشن تاثير السمباثيتك ويرجع جريان الدم حتى ترجع التغذيه او الترويه المن بالخلايا الموجوده والعضلات الخلايا الافرازيه والعضلات اللي موجوده بالجهاز الهضمي. واضح طلاب؟
وتحسون انه اكو حشو عبالك هوايه، فانت اخذوا فقط التوبكس المهمه يعني اللي تفهمون. ناخذ هسه الماستيكيشن او التشوينج اللي هي عمليه المضغ. سبحانه وتعالى خلق الفم باعضاء واجزاء يعني تسمح بعمليه مضغ للطعام بشكل تام حتى تسهل على المعده والامعاء عمليه الهضم. فعندنا هنا الاسنان، عندنا القواطع الانسيسرز بروفايدنج سترونج كاتينج اكشن، عمليه يعني تكون يعني مجهزه لعمليه قطع يعني قوي جدا. And the posterior teeth والأسنان الخلفية اللي هي المولرز اللي هي فعاليتها grinding action عملية طحن. All the jaw muscles working together can close the teeth with a force as great as يعني مية عضلات المضغة اللي موجودة بالفم راح ممكن ويا وقوة الأسنان ممكن أن تسلط قوة أو ضغط بما يقارب 55 باوند للقواطع. الباوند هو عبارة عن 450 غرام، فشوفوا وكأنه وزن يضغط على اللقمة من القواطع 55 باوند، والمولرز راح تنطي قوة ضغط على الطعام أو القوة اللي تسلط على المولرز ما يقارب بال 210 باوند. Most of the muscles of chewing are innervated by motor branch of the fifth cranial nerve. كل هذه عضلات المضغ اللي موجودة بالفم تجهز عن طريق العصب القحفي الخامس اللي هو عصب حركي. And the chewing process is controlled by nuclei in the brainstem. عملية المضغ طلاب راح تسيطر عليها نواة موجودة بالنخاع المستطيل اللي هو البرينستم. تذكروا نشرحت لكم بالرسبيراتوري سيستم، كانت أكو عندنا نواة موجودة بالبونز والمجيلا أوبلونغاتا اللي هي الدورسال ريسبيراتوري جروب والفنترال ريسبيراتوري جروب. نفس هذه وكأنه أكو نوع متخصصة السيطرة على عملية المضغ اللي هي تشوينج. أيضا عندنا stimulation of specific reticular areas in the brainstem test center will cause rhythmical chewing movement. ممكن أن تحفز عندنا مناطق موجودة بالبرينستم قريبة من مراكز التذوق ممكن أن تحفز عملية التشوينج. Also stimulation of areas in the hypothalamus, amygdala and even the cerebral cortex near the sensory areas for taste and smell can often cause chewing. أيضا عندنا مناطق تحفيز موجودة بالهايبوثالاموس ومنطقة أسميها الأميجدالا اللي هي عبارة عن تجمعات لخلايا عصبية موجودة بالجراي ماتر. هذه كليتها وأيضا ممكن أن تكون خلايا عصبية بالسيربرال كورتكس كليتها راح تكون قريبة من مراكز التذوق ومراكز الشم ممكن أن تحفز على إيقاع ثابت لعملية المضغ. ويمكن أنتم كلكم ملاحظين أنه أثناء واحد من دياكل عملية المضغ وكأنه لا إرادية، هي يعني شلون أكو يعني فعل إنعكاسي إلها، لأنه أنت تحكي وتسولف والمضغ مثلا أثناء دا تأكل وعملية المضغ مستمرة وكأنه أنت ما دا تشعر بيها ودا تكون بإيقاع منظم. إن أديش إن grinding the food to a very fine particulate consistency prevent excoriation. إن عملية المضغ طلاب بس دقيقة نشرح لكم هذا. لا سوري ولا أكفت شي missing. Much of the chewing process is caused by a chewing reflex. إحنا عملية المضغ شلون راح تتم؟ أسميها chewing reflex. Chewing reflex من موجود البولس موجودة بالماوث. إيش راح تسوي؟ راح تسوي عملية relaxation للمسكولر البصل يعني muscular chewing اللي هي عضلات المضغ. Sorry. فراح تسوي عملية يعني ارتخاء لعضلات المضغ اللي موجودة بالفم، فاللي راح يصير شنو؟ راح يصير بها اكستنشن، تتمدد عضلات المضغ. من تتمدد عضلات المضغ ايش راح تسوي للجو اللي هو عظم الفك؟ راح تسوي له تنزله المن الى الاسفل. من يصير وراها من ينزل الى الاسفل بما انه اكو عندنا امتداد لازم العضله ترجع الى وضعها الطبيعي. اثناء رجوعها الى الوضع الطبيعي راح يصير بها كونتراكشن. الكونتراكشن ايش حيسحب؟ حيسحب الجو المن الى الاعلى وتسلط عمليه ضغط قويه اليمن على البولس بفعل الاسنان وبفعل عضلات المضغ.
ترجع عملية الضغط للبولس هذه راح ترجع تخلي اللقمة أو البولس وين موجودة بتماس مع أغشية الفم. هذا وجود البولس بتماس مع أغشية الفم تنطفع الانعكاسي ترجع تسوي عملية ريلاكزيشن للتشوينج مسل وتمتد وتسحب الجو إلى الأسفل وهكذا تروح وترجع العملية طول ما أكو طعام موجود بالفم. فأنت تحس وكأنه ما تقدر تستمر لا يعني ما تقدر توقف عملية التشوينج إلا بعد ما يتم ابتلاع البولس كاملة من المغص، واضح؟ فهي عملية فعل انعكاس وكأنه شغلة أنه لا إرادية ما تقدر أنه تستمر توقف عملية المغص إلا بابتلاع اللقمة وبحيث ما خشي تماس مع تجويف الفم. فهذه يسموها كلش مهمة لكل الطعام وخصوصا عندنا من نتناول الفواكه والخضروات لأن هذه راح تكون غنية بالألياف السليلوزية والألياف السليلوزية راح تكون صعب الهضم مالتها لأنه أصلا إحنا الإنزيمات ما في إنزيم السليلوليز بجسم الإنسان فتحتاج عملية مضغ كلش تامة على أتم وجه لذلك حتى يسهل على عملية الهضم لهذه الألياف السليلوزية خصوصاً اللي موجودة بالفواكه والخضروات. Also chewing aids the digestion of food for still another simple reason. Digestive enzymes act only on the surface of food particles. Therefore, the rate of digestion is absolutely dependent on the total surface area exposed to the digestive secretion. عندنا عملية الهضم بفعل الانزيمات الهاضمة، الانزيمات الهاضمة ما تشتغل بكفاءة عالية إذا كانت جزيئات الطعام كبيرة خصوصاً أول ما راح يوصل للاستومك. فإذا كانت عملية المضغ غير تامة راح يصعب على الانزيمات عملية الهضم لأنه انزيمات الهاضمة تشتغل كل ما كانت المساحة السطحية للقطرات الغذائية كبيرة. فإذا كانت الأجزاء الغذائية كبيرة راح تكون المساحة السطحية قليلة فيصعب على الإنزيمات القيام بعملية الهضم بشكل يعني تام. فكل ما كانت عملية المضغ مضبوطة ومتحول الطعام إلى دقائق أقل كل ما كانت المساحة السطحية للطعام المعرضة للإنزيمات كبيرة وبالتالي راح تشتغل الإنزيمات بكفاءة عالية وتتم عملية الهضم بشكل تام. إذا كان in addition blending the food to a very fine particulate consistency prevents excoriation. عندنا الطعام الممضوغ جيدا ممكن أن يؤدي القناة الهضمية ويحدث بها خدوش أسميها excoriation of the gastrointestinal tract and increase the ease with which food is emptied from the stomach into the small intestine then into all succeeding segments of the gut. يعني ممكن أنه يؤدي وصير عملية التفريغ بسهولة وما راح يستفاد الجسم من الطعام اللي تناوله. ناخذ السوالوينج أو الديجلوتيشن اللي هو هاي آخر شيء. السوالوينج is a complicated mechanism. ميكانيكية معقدة. Principally because the pharynx subserves respiration as well as the swallowing. ليش؟ لأنه الابتلاع راح يتم بالتنفسي وما بين الجهاز الهضمي. The pharynx is converted for only a few seconds at a time into a tract for a proportion of food. راح يجهز هنا البلعوم للجهاز الهضمي لبضع ثواني لكن هو شغل أكثر تألما للجهاز التنفسي فبضع ثواني راح يشتغل هنا البلعوم لحركة الطعام وانتقاله إلى منطقة المرئ. It is especially important that respiration not be compromised because of swallowing. لازم ما تتداخل عملية التنفس مع عملية البلع. In general, swallowing can be divided into هنا عملية الابتلاع ممكن أن تقسم إلى ثلاث مراحل. أول مرحلة voluntary stage مرحلة إرادية which initiate the swallowing process اللي هي عملية الشروع أو البدء ب البلع يعني أنت تمضي إعازة نفسك لتبلع البولس أسميها voluntary stage. الستيج الثانية أسميها pharyngeal stage which is involuntary. هنا هذه العملية غير إرادية and constitute passage of food through the pharynx into the esophagus تضمن مرور الطعام من المرء من إلى العفو من البلعوم إلى المرء.
وهذه لا إرادية، حتى ما ممكن أنه أرجع البولس بعد ابتلاعها. An esophageal stage اللي هي مرحلة المريء. Another phase that transport food from the pharynx to the stomach اللي هي أيضا عملية لا إرادية تضمن انتقال الطعام من المريء، العفو من المريء أيضا إلى الستومك. هذه المراحل أنا بصراحة بس عبتني أكو بيها شرح مطول ما نخذ أنطيكم إياه. فأرجع أولى للمصدر الطلاب، حاولوا تقروا بالنسبة لي السوالومينج الديبلوتيشن، أما الباقي كل أني ما أخذت لكم إياه تماما من المحاضرات، ما منقصة من عند أي شيء. زين أني فترجعون للمصدر وتحاولون تقروه، هذا عندكم في قبل الاطلاع ايضا موجود بالكتاب نفسه، فتقرون وان شاء الله يعني الله المعين، ان شاء الله يا ربي الله يسهل اموركم. واضح طلاب؟ اكو احد عنده سؤال عن المحاضره؟ دكتور استفسارين، ثلاث استفسارات العفو. محاضرات السنه تختلف عن العام؟ طبعا تختلف كلها كلها كلهم تختلف. زين دكتورة المحاضرات تنزلها على الكلاس مال الكورس الأول نفسه؟ هسه عيني هسه حنزل لكم إياها إن شاء الله. زين إن شاء الله المحاضرة الجاية قبل المحاضرة تنزليها؟ شلون؟ المحاضرة الجاية قبل وقت المحاضرة تنزليها إن شاء الله؟ والله أحاول ما أدري يعني ألحق أو لا، لأنه أنا إذا أحضر المحاضرات كلها من جديد، لأنه ما دا أعتمد على المحاضرات القديمة، فتاخذ من عندي وقت بين ما أرتبها بين ما أسويها يعني. زين فما أدري ماشي. إذا لحد عندكم إياها أو لا، فحقيقة ما أدري يعني، لأنه إذا أرجع الكتاب إيه والله إذا أرجع الكتاب وأرتبها وأسويها باوربوينت فتاخذ من عندي وقت. أنت في كل الأحوال إذا تريدها أرجع أقرأ، إذا تريد المحاضرة قبل وقتها أرجع أقرأها من الكتاب، هو أنا الكتاب ده أجيبها. ماشي. زين دكتورة النظام المحاضرات بنشوف بين دكتور مثلنا ساعتين للساعة دكتور مثلنا لو بالعكس شلون؟ شلون ما سمعتك؟ نظام المحاضرات بالاسبوعي بينك وبين الدكتور مثلنا ساعتين لك وساعة الدكتور مثلنا لو بالعكس نظام المحاضرات راح يصير اسبوع، لانه هو كلش صعب علينا انه واحد يستمر، تعرفوا تعلمكم كلش هواية يعني 12 ساعة بالاسبوع نقعد نشرح على شخص واحد كلش صعبة، فاحنا رتبناها. انا هسه هذا الاسبوع اعطيتكم اياها من ساعة، الأسبوع الجاي دكتور مثلنا حياخذكم أحد واثنين ومن ساعتين أنا أعطيكم أربعة، الأسبوع اللي بعده راح يصير بالعكس. وهذا مستمر لنهاية الكورس؟ أي هذا من هنا لحد نهاية الكورس إن شاء الله راح تكون هالشكل الطريقة، لأن يا دوب أنا ألحق ويا دوب هو يلحق، فحتى تصير الساعات مناسبة، بتعرفوا شلون؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وإذا تريد تقرأ المحاضرة قبل الموعد مالتها فأرجع للكتاب، لأن أنا كلها من الكتاب ده أجيبها. دكتورة بس هذا قبل المحاضرة بالحضور أخذها؟ شلون عيني؟ عادي بالحضور قبل المحاضرة أخذها من الكتاب ما مشكلة. بس انت قلت مادة فتهموها لان الامتحان ام سي كيو، يعني مثلا المصدر نفتهمه زين، المتهم ام سي كيو راح يصير لو بي اس اي؟ والله حقيقة احنا لحد الان يعني ما نقدر نتخذ قرار احنا من وحدنا، اذا تريدون الموضوع فقط ام سي كيو هاي انتو والعمادة، احنا بالنسبة ان نمشي على السياقات الماشي انا دكتور مثلا تجينا توجيهات من العمادة نسوي، يعني نسأل العمادة اذا المد يكون اس اي او ام سي كيو. اي هذا الموضوع من عماده، تريدون تروحون تستفسرون من السيد العميد بالنسبه للماده اللي داخله بالوزاري هاي بعد انتم وياه، احنا بالنسبه ان اذا ما اجتنا اي توجيهات من العماده يعني نجيب لكم اسي. تمام دكتور. زين عيني، فهاي بعد انتم والعماده، انتم ويا السيد العميد تريدون تروحوا له تريدون تحكون وياه، احنا بالنسبه ان شيء جينا توجيه ننفذ، ما اجانا توجيه نمشي على السياق. تمام عيني. ومن نحكي احنا لا اصير غير شكل، فاذا تريدونها انتو والعمادة بعد. اوكي دكتورة، عندك سؤال استفسار او شيء عني؟ دكتورة بس العفو سؤال تفضلي. هسا احنا نرجع عندك كله نقرا محاضراتك، لو نقرا عن محاضرات ومواضيع اللي تنبهين عليها نرجع بها عن مصدر. والله أنا محاضراتي هي كلها هسه جايبتها من الكتاب، من ترجعيني الكتاب هسه تلقيها هي نفسها.
بس انتي اسال اول وثاني، اول وثاني لازم ترجعون للمصدر، يعني نرجع للمصدر كله نقرا لو بس الكم شغله قاعد تنبهين عليها؟ لا كله طبعا، كله تقروه، كله تقروه يعني افضل دكتورة. أنا رجعت للمصدر، يعني أكو مواضيع الوزارية اللي محدديها، أكو مواضيع هي ثانوية ويا الموضوع هاي داخلة، يعني هو أكو موضوع رئيسي ومواضيع ثانوية، فهو منطي مثلا بس الموضوع الرئيسي ذاكرة بالكتاب الوزاري، المواضيع الثانوية هم ويا داخلة لو لا محددة موجودة المواضيع الثانوية بالسيلبس لو لا؟ أكو محددة وأكو لا مذاكرها، اللي مذاكرها ما نقراها، المحددة مشوا عليها، ما محددة للدوكون نفسكم بي. تمام. يعني لان انا حتى اذا عاد انطي المحاضره راح امشي على الهواء هذا، وهم مشكله، يعني هي مشكله، احنا لحد الان ما اجتنا بعد تفاصيل اكثر، ما اجتنا تفاصيل اكثر، فيعني واحد هم يخاف، هم اخاف اقول لك ابقى بهاي وسوي كذا، فانت اقرأ باللي تقدرون عليه والله المعين، وبعد الله كريم والله يسهل. بعد عين احد عنده سؤال شيء حتى ذا هاي نطلع، يعني احنا هم اخذنا من وقتكم خطية، بس خلي اشوف هذا الشات شنو. تمام اوكي، بس يعني راح انزلكم اياها على جوجل كلاس، نفسه هو هذا اللي دخلت على الرابط مالته القديم، اللي حد الان ما جايتني انفيتيشن على كلاس الجديد، فانتظر دكتور مثلنا يجز الانفيتيشن حتى يلا اقدر ادخل عليه، فراح انزلكم اياها على جوجل كلاس القديم اوكي، اللي نفسه نزلكم اعلان عليه دكتور مثلا، حنزلكم المحاضره، ارجعوا اقروها، ارجعوا للكتاب اقروه، والتساهل من رب العالمين. نعم ان شاء الله تصبحين على خير دكتوره. ان شاء الله عين، يلا تصبحون على خير، موفقيه للجميع، يلا شكرا جزيلا.